وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم نقاط الضعف والقوه لفريق نادي طنطا. ازيك يا دكتور؟ اتفضل. الحمد لله تمام. في البدايه طبعا بالتوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله، مباراه بكل تاكيد يعني ان شاء الله يكون فيها النادي الاهلي موفق. مباراه فريق طنطا فريق محترم بيقدمه مع المدرب ايمن مزين اداء كويس جدا الموسم دوت. يمكن هم لعبوا 12 مباراه، اتعادلوا 7، كسبوا مباراه واحده بس، خسروا 4، دخلت شباكهم 14 هدف واحرزوا 11 هدف. ده اللي احنا هنتكلم فيه في نقاط القوه والضعف. يلا خلينا نتفضل. نقاط القوه بتاعتهم هم مسجلين 11 هدف في 12 ماتش لعبوهم في الدوري، وبالتالي ايه ال 11 هدف، ايه السر بتاعهم؟ عندهم الضربات الثابته والضربات الركنيه، بيحفظهم في التدريبات على الضربات الثابته والركنيه. لو بصينا ازاي هم سجلوا ال 11 هدف هنلاقي 3 ضربات جزاء، 2 ضربات ركنيه، 2 ضربات ثابته، 2 تمرير طولي في العمق، و2 كرات عرضيه من الجبهه اليمنى. اذا في شغل بيتحفظ نقلق النهارده شويه من الضربات الثابته والركنيه، ناخد حذرنا من الضربات الركنيه والضربات الثابته عند فريق نادي طنطا والتمريرات الطوليه والكره العرضيه. هو النهارده كمان بادئ باحمد سالم صافي، هو مفاجاه التشكيل. يعني هو بيلعب طريقه لعب نادي طنطا 4-3-2-1، نفس اللي قدامنا كده على الشاشه بالظبط. علي فرج ومحمود مسعود والعشري، الشاذلي باك يمين، ايهاب سمير باك شمال، والثلاثه اللي في النص وليد عادل وحسام غالي والشناوي. وليد عادل هو اللي بيكمل، هو اللي عمل هدف واسيست في مباراه نادي الزمالك، او جاب الهدفين في مباراه نادي الزمالك اللي فاتت. احمد سالم صافي هو اللي هيلعب في المساحات اللي ورا علي معلول، والناحيه الثانيه احمد الالفي يعتبر اكتر لاعب عندهم عامل اسيستات، 3 اسيست الموسم ده، وقدام محمد ماجد قنش كمهاجم وهمي. تمام. هو يمكن ذكاء الحقيقه من الكابتن ايمن المزين ان هو بيلعب احمد سالم صافي في ال من بتروجيت، في لعب خبره ولعب طبعًا في الحرس ولعب في المصري، لعب بتروجيت وبيتميز بالسرعه. بالسرعات. تمام. وهيستخدمه في الحته اللي ورا علي معلول. اهم نقاط الضعف بقى، نقاط الضعف بقى عندهم مشكله واضحه في العمق، في عمق الملعب، في عمق الملعب. يعني كل الاهداف اللي دخلت فيهم لو بصينا، يعني قبل النقاط الضعف، يعني قبل اول اهم نقطه ضعف عندهم ان هم بيدخلوا الماتش متاخر. الفرقه الوحيده في الدوري اللي ما سجلتش ولا هدف في اول نص ساعه اوكي طنطا. وغير كده استقبلوا 7 اهداف من ال 14 اللي دخلت شباكهم في اول نص ساعه، في اول نص ساعه. وبالتالي دي نقطه ضعف، يعني اول نص ساعه عندهم مشكله، بيدخلوا التحضير بتاعهم للمباراه ممكن ما يكونش جيد، بيدخلوا عندهم قله خبره. فاحنا نقدر نستغل اول نص ساعه تحديدا، مش مسجلين ولا هدف في اول نص ساعه في المباراه اللي لعبوها، واستقبلوا نص اهدافهم في النص ساعه الاولى. فدي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه عندهم مشكله واضحه في العمق، النقطه الفنيه. لو بصينا ازاي الدفاع يعني، ولا عمق الملعب؟ عمق الدفاع. عمق الدفاع عندهم الاثنين المساكين عندهم مشاكل دفاعيه سهله تفوت منهم واحد على واحد. لو بصينا حتى هنلاقي تمرير طولي في العمق واختراق من عمق الدفاع 6 اهداف من الاربعه. أيوة. دي اول مشكله، دي اول صوره. هدف لنادي مصر في شباك جت من خلال تمرير طولي في العمق، عندهم بطء سهل ان انت تفوت. ده هدف تاني اهو من العمق، ده هدف نادي اسوان محمد صباحي. هي فكره العمق سواء تمريرات طوليه او اختراق او ان انت تراوغهم، يعني ده برضه هدف تمرير طولي اهو في العمق في المساحه اللي ورا الباك اليمين، تعتبر سواء هي تمريرات او ان انت تفوت عليهم في واحد على واحد. طيب. برضه ده هدف تاني في العمق. حاجه تانيه غير الدفاع. عندهم مشكله برضه في الكرات العرضيه جوه منطقه الجزاء، عندهم مشكله. هي المشاكل عندهم في قلبين الدفاع، بطاء جدا في الحركه، سهل تفوت منهم في واحد على واحد. التمركز في الكرات العرضيه النهارده سلاح مهم جدا، العرضيات من محمد هاني وعلي معلول سهل جدا ان انت، يعني مهم جدا ان انت يكون عندك عمق هجومي النهارده. طيب.